وقلنا ان احنا بنوعي جماهيرنا حافظوا على هذا المكتسب. الحقيقه المباراه اللي فاتت والمباراه دي حاجه تفرح، وجود الجماهير وهو البطل الحقيقي. بهنيكوا على التزامكم، بهنيكوا على هذا الشكل الكبير جدا اللي ادى روح، لان طبيعه تتكلم عن الاقتصاد. اقتصاد الرياضه مهم جدا، بنديرها بشكل اقتصادي. ده معناه دخول الجماهير دخل كبير جدا للانديه، بيع حقوق، زياده البراند اللي موجود بشكل كبير جدا، ارتفاع قيمه تسويقيه للاعبين، ارتفاع قيمه تسويقيه للدوري المصري، ارتفاع قيمه تسويقيه للمنتخب. فبالتالي العوائد الاقتصاديه مهمه جدا، لان المصروفات على الكره الاحترافيه كبيره جدا. فبالتالي المنظور الاقتصادي زائد منظور كمان الفرحه الكبيره زائد منظور هي بقول حتى المعادلات الاقتصاديه العالميه، شكل الاستاد بيدي قدر كبير جدا من الاستابيليتي للدول، بيدي قدر كبير جدا على الدول. فبالتالي نظرتنا الحقيقه السياسيه موضوع كبير.